تامر اتفضل. مش هختلف مع عز في نقط كتيره. انا هبدا بعد ضغط مصطفى محمد على بدر بانون. وجهه نظري الشخصيه ان باتشيكو ابراهيم هو الراجل زي ما قلنا في المعطيات اللي قبل المباراه. انا عندي السنتر باك الاساسي اللي متفاهم جدا مع الونش غايب اللي هو محمود علاء اللي هو بالمناسبه مدافع هداف. وعندي كمان الراجل فرجاني ساسي اللي هو متفاهم جدا مع طارق حامد غايب. فاذا انا عندي مشكله في العمق. عندي راجل غايب في قلب الدفاع وراجل غايب في من واحد من الاثنين بتوع نص الملعب. طيب انا تفكيري هيبقى ايه؟ تفكيري ان انا عاوز ابعد الضغط او اللعب عن منطقه عمق الملعب بتاعي قلب الدفاع والاثنين بتوع نص الملعب. طب ده هبعده ازاي؟ هبعده ان انا ابعدهم خالص عن منطقه التلت الدفاعي بتاعي اللي هي منطقه ال 18 واخلي اللعب معظمه في نص الملعب. ده اللي كنت هعمله بعد كده، يعني ده اللي كنت هقوله، فهو خلاص هيقوله. ما قلت لك انا من بعديك. يعني انتوا ما كنتوش قاعدين مع بعض يعني؟ لا والله لا والله ما والله العظيم قعدنا مع بعض. اولا مبدئيا عز شاطر وبيع يعني منزل ابلكيشن بيعلم بيها على الحاجات دي. انا لسه يعني الراجل ده دي يعني عجوز ما عنديش لسه الحاجات دي، بس هيعلمني وعدني ان هو هيعلمها لي. يلا بينا. بص منفسن ازاي وبيبص يا ستار يا رب. ما كل ده في صالح البرنامج. ايه قول. ف انا عاوز ابعد ابراهيم اللي قلته بعض واقول لك حلوه تقول جميله امشي انا بقى امشي. والله الجمهور بيحاول يقولها لك بالطريقه بس مش عارف انا ما بحسش ولا ماشي. يلا كمل. فانا عاوز ابعد الخطوره ابراهيم اللي هو بما معناه اقلل عدد الهجمات المحتمله اللي تتعمل على عمق الدفاع بتاعي، لان انا بقول لك في واحد غايب في النص وواحد غايب في قلب الدفاع. فهتلاقي انت عندك حلقات في حالات. يلا يلا هاتوها يا جماعه لتامر من فضلكم. طيب هنا في البدايه انا بشرح لك اللعب التقليدي اللي متعود عليه الرجاء، واحده والثانيه وكره عرضيه، واحده والثانيه وكره عرضيه. الكره دي كانت رميه تماس على طول اتلعبت، ثم في ظهر احمد عيد الباك رايت بتاع الزمالك، ثم الكره العرضيه من حط عينك على 18 ده، لان دي في الدقيقه كام يا ابراهيم؟ في الدقيقه 5 او 6 دقائق. حفيدي اللي هو الراجل اللي بيلعب في المركز رقم 10 اتطرف مكان رحيمي ودخل رحيمي لجوه، وحفيدي راح في الطرف الشمال وعمل عرضيه وطلع ابو جبل مسكها. طب انا مش هقعد بقى استنى طول ال 90 دقيقه اعاني من الموضوع ده. زي ما عز شارح، مصطفى محمد رايح ماسك مين؟ بدر بانون. بدر بانون، سيب الراجل السنتر باك الثاني، الراجل حداد يزيد. ماشي. يزيد عادي، الياس حداد هيزيد عادي، ما عنديش اي خطوره. اولا يا ابراهيم الزمالك انا من وجهه نظري هو على الورق كان بيلعب 4-2-3-1، لكن فعليا 4-1-4-1. الراجل اسلام جابر ده ممنوع يتحرك بره ويبقى راس مثلث لقدام قدام عبد الغني والونش. اللي بيتحرك باستمرار على نفس الخط بتاع اوباما وزيزو وبن شرقي هو طارق حامد، لان هو الهدف من صمام الامان. اسلام جابر صمام الامان بالظبط، بيغطيهم بالظبط. ليه طارق حامد هو اللي بيبدا يطلع من قدام؟ لان هو اللي اقوى، هو الديناميكي، هو الاعنف في استخلاص الكوره وافتكاك الكوره. وزي ما قلت لك الهدف من الموضوع ده ان انا ابعد الهجمات عن القلب. ادي طارق حامد بيضغط على حفيدي، 90% من الكرات اللي استلمها حفيدي هتلاقي معاه طارق حامد على طول في وشه. على طول هتلاقي طارق حامد ضغط عليه. بص ادي الاربعه واحد الاربعه واحد، وادي الاربعه بن شرقي هناك، اوباما في الدايره، طارق حامد خلاص بينه وبين نص الملعب خطوه، وزيزو رجله الشمال على خط نص الملعب، ووراهم ليبرو للاربعه دول، كانه ليبرو الاربعه دول هو اسلام جابر. على طول في دان جوما. كل ده علشان برضه عشان المشاهد يبقى فاهم، عشان ايه؟ ابعد الخطوره عن عمق الدفاع بتاع نادي الزمالك. مش عاوزهم يقربوا، انا عاوز اقلل عدد الهجمات المحتمله اللي هيعملها الرجاء. نفس الموضوع بتجبرهم ان هو يبداوا يتحركوا بالعرض، وهتلاقي اسلام جابر ورا الحكم كانه زي ما قلت لك ليبرو لنص الملعب. امشوا يا شباب بالصوره اللي بعديها، بص الحاله اتكررت كام مره. بص طارق حامد فين يا ابراهيم؟ سابق مين؟ سابق الوينجر زيزو. سابق بن شرقي اللي راجل اللي في نص ملعب نادي الزمالك. طارق حامد داخل يضغط هنا عشان يخف الضغط من على عبد الغني. بدري يخلص بدري قبل ما ينزل له على نص ملعبه، قبل ما يعمل له مشكله. الحاله اللي بعديها في الدقيقه 24، مين اللي بيستلم الكره ومين اللي واقف قدامه؟ حفيدي. على طول تبقى تعود نفسك، احمد عيد بيستلم رحيمي، والراجل بن شرقي بص حاطط عينه على الراجل هناك مراقبه ازاي، وحفيدي على طول هتلاقي معاه طارق حامد باستمرار ممنوع ان هو يتساب. وعلى طول بيبقى مين اللي في ظهرهم؟ في ظهر اوباما وفي ظهر طارق. برافو عليك يا عز، اسلام جابر هو اللي بيأمن ظهرهم. النقطه
اللي اتكلمنا عليها ابراهيم اللي هي عند كانت مشكله في ماتش الزمالك. لو قلت لك دايما عمق الملعب فاضي، وفي ماتش حرس الحدود اتلعبت مرتين، واحده حصلوا منها على ضربه جزاء. بص التمركز، بص اسلام جابر ممنوع يطلع من الحته دي على نفس مستوى حكم المباراه، وطارق حامد بيضغط على نجومه علشان يعمل. طبعا الرقابه جيده جدا، كل اللعب ده معظم اللعب سلبي، كل ده علشان يمنع نادي رجاء ان هو يدخل التلت الدفاعي بتاع الزمالك. صحيح. بص حاطين الناس فين، وطارق حامد، وهتلاقي برضو الخيال بتاعه اللي على الشمال ده، هتلاقي اسلام جابر باستمرار. طيب عظيم عز. اه دي اللعبه بقى، معلش يا ابراهيم، اللي كانت اخيره عز طبعا. لان دي كانت حاله هجوميه للزمالك، فيها تركيز شديد جدا من مصطفى محمد، وضربت له تعظيم سلام وانا بتفرج. اولا زيزو استلم من احمد عيد، وطارق حامد كان في حاله هجوميه هو واوباما. زيزو اشتغل فردي، ودي غريبه شويه في وسط الزحمه دي، اشتغل فردي، عمل دريبل وماشي. كملوا يا شباب، كملوا يا شباب. بص زيزو اول لما فقدها وقف هو ومين؟ هو واوباما. بص مين اللي راجع زي الفهد؟ مصطفى محمد. سوبر. لا لسه، بص مصطفى محمد راجع فين؟ وبص يوسف اوباما عند نفس خط اللاين مان. احنا قلنا مين اللي زاد وعمل دريبل ودخل في الزحمه؟ زيزو. طيب مصطفى محمد رجع مكان طارق حامد، وطارق حامد راح كانه وينجر في الطرف اليمين يغطي انطلاقه مين؟ زيزو، عشان يامن ظهر زيزو. ومصطفى محمد دخل في عمق الملعب على نفس خط اسلام جابر عشان يأمن مين؟ طارق حامد اللي راح يقابل ويعطل الكوره هناك مع رحيمي ومع حفيدي. طارق حامد لازق لحفيدي، واسلام ومصطفى محمد رايح يعطل الهجمه. بص الاثنين هيبداوا يرجعوا، اللي هنا ده بن شرقي وكابتن التيم ده يوسف اوباما. لسه زيزو كل ده ما رجعش من الهجمه اللي هو الوينجر بتاع الزمالك. بص مصطفى محمد بيبص على مين؟ بيبص لزيزو. مش كفايه بقى ما ترد يلا بسرعه عشان نرجع ونتمركز التمركز بتاعنا. لقاه لسه ما رجعش، رايح يكمل برده في الطرف اليمين لغايه لما الزمالك هيعطل الهجمه. بص مين اللي في ظهر مصطفى محمد؟ زيزو رجع زيزو. وبالتالي مصطفى محمد داخل يعمل العمق الهجومي اللي هو في دايرة نص الملعب. 10 على 10، وملاحظة مميزة جدا جدا. عندي بس تفصيلة صغيرة، ده بيبقى قرار لعيبة، هم رجالة فبيغطوا ورا بعض، بيشيلوا بعض بلغة الكورة كده، بيشيلوا بعض، ولا ده بيبقى تعليمات من المدير الفني؟ الاتنين يا ابراهيم، الاتنين. اه طبعا.